راديو الأهرام يقدم سكة سفر مع هاني عمارة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سكة سفر، ونبدأ بشريط الأخبار وإليكم العناوين. عرفات في الخرطوم لمناقشة التعاون المصري السوداني في مجال النقل، في خطوة مهمة للغاية يوسف يتخذ قرارا مهما لدعم حاويات دمياط، الصعوب يتسلم المسؤولية رئيسا للجسر العربي، ميناء دمياط يواصل نقل الحبوب والأقماح بالقطارات، وإليكم التفاصيل. الدكتور هشام عرفات وزير النقل يشارك في اجتماعات اللجنة المصرية السودانية التي تعقد في الخرطوم وتبحث عددا من الملفات في مقدمتها تيسير حركة التجارة بين مصر والسودان عبر الخط الملاح النهري الذي ينطلق من ميناء السد العالي في أسوان وصولا إلى وادي حلفة بالسودان، بالإضافة إلى المنفذ البري الذي يربط مباشرة الحدود بين البلدين في منطقة أرقين، بالإضافة إلى استعراض إقامة خط للسكة الحديد بين مصر والسودان يبدأ من الإسكندرية وينتهي في الخرطوم. خطوة مهمة للغاية قام بها اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري باتخاذ قرار حاسم وصارم بتعميق الأرصفة الخاصة بمحطة دمياط لتداول الحاويات إلى 17 مترا، وهو ما يسمح لها باستقبال الناقلات العملاقة من سفن الجيل الخامس التي تصل حمولتها إلى 20,000 حاوية. هذه الأعماق ستعطي حاويات دمياط مزايا تنافسية كبيرة لجذب الخطوط الملاحية سواء لنقل البضائع إلى داخل البلاد أو تجارة الترانزيت. هذا المشروع ستقوم بتنفيذه شركة بتروجيت، حيث تم توقيع العقد لتنفيذ المشروع. صعوب أيام قليلة وتحديدا مع حلول شهر نوفمبر المقبل يعود المهندس حسين الصعوب إلى المسؤولية رئيسا لمجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة. قد سبق قبل حوالي 4 سنوات أن تولى هذا المنصب في ظروف غاية في الصعوبة التي شهدتها المنطقة مع اندلاع الاضطرابات في سوريا، وتمكن من الحفاظ على معدلات التشغيل والخروج بالشركة إلى بر الأمان، ثم تركها ليتولى المسؤولية وزيرا للنقل في الأردن ويعود بعدها مرة أخرى إلى إدارة الجسر العربي. يواصل ميناء دمياط التوسع في نقل البضائع بالقطارات خاصة الحبوب والغلال، فقد غادر القطار رقم 2462 الميناء قبل ساعات وهو يحمل ما يقرب من 1300 طن من القمح في طريق إلى صوامع القاهرة ومحافظات الدلتا. سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء نويبع البحري. أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق ميناء نويبع البحري بعد ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، فضلا عن شدة الرياح التي تهدد سلامة الملاحة وحركة السفن التي تعمل في نقل الركاب والشاحنات إلى ميناء العقبة الأردني. بعد إن انتهينا من شريط الأخبار نأتي إلى الفقرة التالية، وهي فقرة خارج النص خاصة بمحطة السكة الحديد في ميدان رمسيس. هذه المحطة تكلفت مئات الملايين من الجنيهات لتطويرها لتكون وجهة حضارية لركاب القطارات سواء القادمين أو المغادرين للقاهرة، لكن الحاصل الآن أن المحطة أصبحت من الداخل ومحطها من الخارج يدعو للرساء وصورة مسيئة للمسافرين والزائرين على حد سواء، فشبه الظلام يخيم على الصالة الرئيسية وتغطيها الأتربة والغبار. أما الخارج فحدث ولا حرج، فقد عاد الباعة الجائلون مرة أخرى لنشر الفوضى والعشوائية من جديد. بعد هذه الفقرة ننتقل إلى الفقرة الرئيسية، وهي
الفقرة الحوارية مع الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ليستكمل حواره حول القرارات والتوصيات التي جاءت في عقب اجتماعات أسراء النخل العرب الذي أنهوا اجتماعهم قبل ساعات قليلة. قبل ساعات انتهت اجتماعات وزراء النقل العرب بمدينة الإسكندرية في دورتها 61. هذه الاجتماعات كانت من الدورات المهمة جدا، حيث اتخذت عددا من القرارات والتوصيات. في كواليس هذه الاجتماعات دارت العديد من النقاشات حول تيسير حركة التجارة بين دول العالم العربي والتوسع في حركة النقل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانيات العربية في هذا القطاع. حول هذه الاجتماعات ومدار فيها وتوصياتها وقراراتها كان هذا اللقاء مع الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشؤون العربية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ هاني. أهلا وسهلا بك. عفوا لتعبك معنا دكتور، يعني فحضرتك هتلقي الضوء على الاجتماعات وما دار فيها وإيه القرارات اللي أخذت واعتمدت في هذه الاجتماعات وفي هذه الدورة. هذه الاجتماعات كانت خلال يوم الاثنين والثلاثاء. الاثنين كانت دورة 61 من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب والمكون من 8 دول عربية، ثم عقبها الاجتماع الموسع للدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب بوجود الدول الممثلي ووزراء الدول العربية وزراء نقل الدول العربية والسفراء. عقد الثلاثاء اليوم هذا في البداية. في بداية الاجتماع تم عقد انتخابات لأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب للعامين 2019-2020، وأسفر عن فوز مصر ومصر العربية برئاسة المكتب التنفيذي والمملكة العربية السعودية لنائب رئيس المكتب التنفيذي. ويعكس فوز مصر للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور مصر الريادي في المنطقة العربية في المجالات المختلفة ومنها مجال النقل واللوجستيات. ثم طلعت هذا الاجتماع بمجموعة من القرارات المهمة في مجالات النقل وتعزيز حركة التجارة البينية العربية بين دول عربية وبعضها البعض. خلينا نبدأ بالقرارات اللي هي تهم المستمع بشكل عام، المستمع المصري والمستمع العربي والمواطن العربي بصفة عامة. دكتور، أهمها إيه اللي هي قرارات تكون ملموسة سواء على المستوى الخدمي أو حتى على مستوى المستثمرين ورجال الأعمال؟ إزاي يتم تعظيم العائد وتعظيم الاستفادة من القدرات العربية الموجودة؟ أول قرارات من القرارات المهمة هو نقلة نوعية مهمة، وهي الموافقة ودعم إنشاء تجمع بحري عربي. دعم هذا التجمع وهو الأرب ماريتايم كلاستر أصدرت اليوم مجلس وزراء النقل العرب بعض القرارات المهمة لدعم هذا النشاط، وهي أن هي حثت الدول العربية على إنشاء تجمعات بحرية وطنية عربية بما يتناسب مع طبيعة مؤسسة المنظومة البحرية في كل دولة. والتجمع البحري يشمل جميع أنشطة النقل البحري من حكومات لقطاع خاص، غرف ملاحة وغرف تجارة، مؤسسات تعليم. هل أنت متفائل فعلا أن هو يتم ترجمته لي على أرض الواقع؟ البداية هناك بعض الدول العربية لها نماذج وتجارب ناجحة في التجمع البحري الوطني، تجربة الإمارات، المغرب، تونس، مصر في هذا الإطار شغالة وبدعم الاتحاد الأوروبي في هذا النشاط. فالبداية إن الدول العربية تفكر في هذا الكلام، وقامت بتكليف الأكاديمية إن هي تستضيف المقر التأسيسي للتجمع البحري العربي. ولزيادة فعاليته لازم أن يكون له آلية للتكتل البحري العربي. فشكلت لجنة متخصصة من خبراء الدول العربية لديهم خبرة عملية ناجحة في إنشاء التجمع البحري الوطني من مجموعة من الدول العربية ومن الأكاديمية، من مجموعة من الدول العربية، من الإمارات، من المغرب، من تونس، بالمصر، من قطاع النقل البحري، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لوضع الآلية لعمل هذا التكتل البحري العربي واللائحة المنظمة له.
تكتل البحر العربي وما يتعلق بطريق الحرير. وطريق الحرير له ملف كبير جدا على أجندة الاجتماعات وزراء النقل العرب. خلينا نتكلم بتفصيل أكتر يا دكتور عن طريق الحرير، وإيه النقاط اللي ممكن العالم العربي أو الدول العربية تستفيد منها تحديدا، عشان نكون السادة المستمعين يعني عايشين معانا نفس هذا، فين النقاط، عايشين معانا هذا الجو. يعني طريق الحرير لازم اعرف الاثر على الدول العربيه ايه بالنسبه لمجالات النقل والفرق. هل هو مفيد للاقتصادات العربيه ولا الدول العربيه، ولا هو هيؤثر سلبا على بعض المرافق زي قناه السويس، زي مثلا مواني جدة، مواني البحر الأحمر؟ احنا نرد كان بطريقة علمية. نعم. نفذت ومنتدى خاص بهذا الشكل، شارك فيه مستوى مرتفع من الدول على مستوى رفيع المستوى من الدول العربية والصين وباكستان وجانب الإيطالي، لأن هو بيربط الطريق الحبيب بآخره في جنوب أوروبا. أي. عند إيطاليا. أي. هذه الورشة نقشة محاور مهمة لازم عشان اقول هل هو مضر او مش مضر او له فعالية. بالنسبة لي ادرس نقاط مهمة. نعم. ايه اثر الاقتصادي والتجاري طريق الحياة على الدول العربية؟ لازم اعرف هل افاق طريق هي في المنطقة العربية تأثير الاقتصادية على النقل؟ طب تأثير حركة التجارة البينية الصينية العربية على البنية التحتية النقل المستدام لطريق الحقيقي ايه؟ كل الكلام ده لازم ندرسه، لازم ان احنا فدرس خلال هذا المنتدى وخلصوا لمجموعة من التوصيات والنتائج. أيوة. اللي عرضت اليوم على وزراء النقل العرب وأقروها. نعم. أول جانب لازم أشكله مجموعة عمل من كبار مسؤولين في هيئات المواني ومؤسسات المواني العربية. نعم. وبرئاسة وزارة النقل في مصر بصفة رئيس مكتب تنفيذ وزراء النقل العرب، وكلفتهم بحاجتين مهمين جدا المجموعة دي. أيوة. تحدد لي المشروعات الحالية والفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في مجال النقل البحري بما يساهم في تحقيق مصالح الدول العربية. ده أول حاجة. حاجة تانية، تعمل تنسيق بين الدول العربية للوصول لرؤية موحدة متكاملة غير تنافسية للمشروعات الاستثمارية المقدمة منها الخاص. طيب، كان في كلام برضو عن ربط مباشر بالسكة الحديد والقطارات بين مصر والسودان، وكان الوزير السوداني طرح هذه المشروعات أمام الاجتماعات وزراء النقل العرب. ده موضوع مهم جدا. نعم. في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والسودان وانعقاد اللجنة العليا المصرية السودانية يوم الخميس القادم برئاسة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة رئيس عمر البشير رئيس السودان، نقش النهارده موضوع مهم جدا سوف يناقش يوم الخميس، واتوقع موضوع من وهيتم توقيع يعني اكثر من مذكره تفاهم وبروتوكول تعاون بين الجانبين. أيوة. وهو موضوع الربط السكه زي ما حضرتك اشرت. تحدث النهارده الدكتور حسن السر في مشروع بيربط ربط سككي بين سيدي جابر بالاسكندريه وحتى الخرطوم. ايوه. وربط سككي يربط لقرب 609 و610 كيلومتر ربط سكي بين الجانبين. أيوة. وشغالين دلوقتي في دراسات الجدوى تحديد التكلفة بتاعتها ايه عشان تاخد حيز التنفيذ. كلموا على موضوعات الربط الطرقي. يتم طرح المشروع امام القطاع الخاص مثلا شركات عالمية. عاوزين ان هو يبقى هناك نظام مشاركة بين القطاع العام والخاص. برضو كان في انطباعات الوزراء عن الوزراء العرب عن المكان الانعقاد، عن مستوى المعاملة، عن طبعا هذا الاجتماع يعقد للعام السابع على التوالي في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة معالي الأستاذ دكتور إسماعيل أبو غفار رئيس الأكاديمية. أيوة. وأكاديمية صرح كبير وصرح عربي كبير. أيوة. وبيت الخبرة العربي المتخصص والذراع الفني جماعة الدول العربية بإمكانياته الكبيرة. أيوة. وامكانياتي المتطوره اللي اتطورت خلال 7 سنين اللي فاتت. النهارده حصل حاجات مهمه جدا، ان تم على هامش افتتاح اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب افتتاح تطوير مجمع المحاكيات المتكامل. أيوه. للاكاديميه لاول مره، تطويره منذ زمن بعيد، وافتتاح
مجمع لأول مرة، مجمع المحاكيات متكامل، مجمع محاكيات يا دكتور، يعني ايه محاكيات؟ محاكيات خاصة بمراكز تدريب خاصة او سيميوليتورز خاصة بالمحاكاة، لو انا في حالة داخل مواني معينة، داخل سواء مواني تجارية، مواني نفط، ربان السفن يعني، مواني غاز، الاباطين يعني. لربان السفينة المختلفة. كان في كواليس برضو هذا الاجتماع، هل تم اتفاق على عقد اتفاقات او قرارات جديدة يعني هيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة؟ احد الموضوعات الهامة اللي نقشت اليوم، أيوه، وهي خاصة بانشاء اطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز خبرة استشاري، نعم، للمساهمة في إجراءات تحقيق في الحوادث البحرية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية. ملف مطروح وهو نقطة التجارة العربية، يعني حقيقة برضو محتاجة يعني إيه الناس تعرف يعني إيه نقطة التجارة العربية ومدى جدواها ومدى فائدتها. هل ده مجرد كلام للاستهلاك ولا ده كلام حقيقي بيخدم؟ لا، اولا هم اتكلموا، نوضح اكتر، نقطه التجاره تتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكن هو النهارده اتكلموا على حاجه مهمه جدا، وهي انشاء بوابه الكترونيه عربيه لتسهيل ونقل التجاره. هذه البوابه كل الاكاديميه ان تعمل شروط مرجعيه لدراسه انشاء هذه البوابه بوسائط النقل المختلفة، نقل بري، نقل بحري، سككي، نقل طرد وسائط، كل هذه تبقى قاعدة بيانات خاصة بالناقلين والشاحنين، خاصة بالسفن بأنواع السفن بأحجامها إلى آخره من هذا الكلام، بما أن هي هذه البوابة الإلكترونية تدعم وتسهل حركة التجارة البينية العربية. في نهاية هذا اللقاء بنشكر الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشؤون العربية، الذي كان معنا متحدثا عن كواليس وقرارات ولقاءات اجتماعات وزراء النقل العرب التي عقدت في الأسكندرية. بنشكرك يا دكتور. سكة سفر مع هاني عمارة.